اجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس ويليام روتو رئيس كينيا وتقدم الرئيس السيسي بالتهنئه للرئيس الكيني على فوزه بالانتخابات الرئاسيه الكينيه مؤكدا على العلاقات الثنائيه المتميزه التي تربط مصر بشقيقتها كينيا والاهميه التي يوليها للتنسيق والتشاور مع الرئيس الكيني بشان القضايا الافريقيه وقال متحدث الرئاسه السفير بسام راضي ان الاتصال تناول التباحث بشان التطورات في ابرز الملفات الاقليميه خاصه قضيه سد النهضه، حيث تم التوافق حول اهميه تكثيف الجهود للتوصل اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركه لجميع الاطراف.